يا طيبه مشاهدينا واهلا بكم اينما كنتم الى هذه الحلقه من برنامج اخر طبعا هدأ غبار الغاره الاسرائيليه على سوريا والحديث الان عن الرسائل والتداعيات وفي ميونخ لقاء بين بايدن والخطيب وموسكو تقترح ضم السعوديه وايران لبنان يشيع شهداءه والجيش مجددا مكسر عصا مصر مشاهد ما قبل مبارك عادت الى الواجهه والسعوديه مصير الملكيه في ظل ما يسمى بالربيع العربي كل هذه العناوين وأكثر سنناقشها في الاستوديو في حلقة اليوم من برنامج آخر طبعا مع ضيفي في استوديوهات الميادين الأستاذ جوزيف أبو فاضل الكاتب والمحلل السياسي أهلا, أهلا بك مجددا أستاذ جوزيف أهلا فيك يا سيدي. أهلا. ولكن مشاهدينا كالعادة وفي البداية نكون مع استعراض لأبرز عناوين بعض الصحف العربية صادرة صباح هذا اليوم مع هبة الله بيطار. اهلا بكم جولة اليوم على ابرز عناوين الصحف نبداها مع صحيفة القدس العربي التي عنونت مصر حرب قنابل غاز ومولوتوف امام قصر الرئاسة والمعارضة تتبرأ من العنف ومرسي يحملها المسؤولية اسرائيل تتأهب وتنشر بطارية ثالثة بعد الغارة على دمشق مقتل ستة في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في البقاع قرار مفاجئ للعاهل السعودي بتعيين اصغر اشقائه نائبا ثالثا ثانيا بعد عزله من المخابرات تركيا مقتل حارس أمن في هجوم انتحاري على السفارة الأمريكية بأنقرة ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط الأمين مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي مصادر تركيا تعتقل بغيث متحدث القاعدة وزوج ابنة بن لادن مصر زجاجات حارقة ومصادمات أمام قصر الرئاسة ووسط القاهرة مقتل ثلاثة عسكريين لبنانيين ومسلح إسلامي في اشتباك قرب الحدود السورية. عشرات الآلاف يواصلون التظاهر في الأنبار ضد المالكي. الآن إلى صحيفة الجمهورية المصرية، المسيرات تتحدى الأمطار، الآلاف خرجوا للميادين. تمسكوا بالسلميه ونبذوا العنف، الصحف الامريكيه كل القوى في مصر مسؤوله عن عدم الاستقرار، ننتقل الان الى صحيفه الدستور الاردنيه مصر اشتباكات بين متظاهرين والامن امام قصر الرئاسه، اشتداد المعارك للسيطره على ريف دمشق، اسرائيل في حاله تاهب قصوى على الحدود مع سوريا ولبنان. الآن إلى الكويت وصحيفة القبس التهديد بالاستجوابات يهز مهلة الستة أشهر الاتفاقية الأمنية لم تصل إلى مجلس الأمة الآن إلى صحيفة الخبر الجزائرية جبهة التحرير تبحث عن أمين عام على آثار الإرهابي بن شرب والموقعون بالدماء شهادات حية لرهائن عاشوا الجحيم خلال الاعتداء على قاعد تيفنين تورين والختام من البحرين وصحيفه الوسط احتجاجات للمعارضه المصريه وإلقاء قنابل حارقه على قصر الرئاسه، المعارضه تتمسك بالتحول الديمقراطي وتؤكد الحوار غامض، تعيين الأمير مقرن نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي وهجوم انتحاري أمام السفاره الأمريكيه في تركيا، إلى هنا نصل إلى ختام جوله اليوم على أبرز عناوين الصحف ونعود إليك علا لمتابعه آخر طبعه. هبة الله بطار شكرا جزيلا لك على هذا العرض الصحفي يعني أستاذ جوزيف العناوين ساخنة في المنطقة كلها المشهد العام بعد قراءة هذه العناوين كيف تقرأه؟ يعني ما يسمى بالربيع العربي أنا بشوفه صار على يعني بيصار بنهاياته لأنه كل الأحداث يعني عم 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 تحصل المنطقة نتيجة هذا الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي أو بالبطيخ العربي لانه هذا بالنتيجه يعني خرب الدول العربيه اذا بنشوف مصر والعراق وسوريا عندهم مشاكل وهذه الدول العربيه اللي يعني يتكل عليهم بالمنطقه وبالتالي البلدان الاخرى كلها اللي شهدت يعني ما يسمى بهذا الربيع العربي بنشوفها كلها عم تغلي ما بعرف يعني ب... قديش الربيع العربي خدم الاخوان المسلمين او خدم اخصام الاخوان المسلمين يبدو انه عم يخدم اقسام الاخوان المسلمين لانه ما عم يقدروا الاخوان يحكموا بكل المنطقه وهناك تراجع مستمر وتدهور مستمر مستمر لحاله الاخوان المسلمين وكل الاحزاب الاسلام السياسي وانا برايي هذا الاسلام السياسي هو يخدم المصالح الامريكيه والاسرائيليه مهما تغنوا وقالوا لا ومش مزبوط لا هذا الاسلام السياسي هو امريكي ويخدم اسرائيل بصوره خاصه. طيب هناك مثل يقول اشتدي تنفرجي، هل ممكن ما يحصل الان في المنطقه هو يعني مخاض والام ما قبل الولاده ربما؟ بعد بعيد الولاده، بعد بعيد كثير يعني ما في بوادر امل ولا في يعني ضوء بعيد بالافق يلوح بقول انه الحلول السياسيه قادمه او يعني في الولاده متعسره، لا يوجد ولاده للازمه الحاليه في المنطقه. لحل هذه الأزمة هناك مشاكل راح تستمر بالمنطقة إلى أن يعني تنهك الدول العربية <applause> تنهك بالكامل تحت ستار أنه نحن شو بتكون هذه ما تختاروا الشعوب واختارت هذا الأمر الشعوب وهون ما اختارت الشعوب مثل مصر بنأخذ مصر مصر في قسم مع الإخوان المسلمين قسم مع جبهة الإنقاذ وفي الجيش ثلاث أفريقاء بمصر هني بيخصوا الأمريكان ساعة امريكا بتحرك هذا الفريق بتحرك هذاك الفريق او بتحرك الجيش <applause> وبذلك تلاحظ الجيش في مناطق ما تحرك فيها وفي مناطق بتحرك فيها سنتحدث عن هذه المواضيع بالتفصيل في فقرات لاحقه ولكن يعني سنبقى الان في العموميات قبل ان انتقل الى <applause> كل موضوع بموضوعه البعض يقول انه صراحه الملف النووي الايراني هو يعني راس قمه هذا الجبل الجليد اليوم لكل المشاكل العالقه في العالم واذا حلت حل كل المشاكل الباقية صحيح هذا الكلام؟ المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الملف النووي هو يعني هي قسم من خلاف الإيراني الأمريكي لكنه إيران تقاتل دولة دولة بينت أنه دولة إقليمية وكبيرة وأهم من تركيا على هذا بالصراع مع إسرائيل لأنه أردوغان عمل تمثيلية دافوس وعمل حاله مودو سالم على رئيس الإسرائيلي وزعل وعمل تمثيلية ايضا كمان قضيه سفينه مرمره منه جدي فلذلك ملف الايراني هو النووي هو احدى احد الملفات اللي هي خلافيه بين بين ايران والولايات المتحده الامريكيه والغرب لكنه يعني مقابل هذا الشيء العرب يصورون ايران على وكانها دوله عربيه وهذا خطا ايران تفكر غير ما يفكر العرب وتتصرف عكس ما يتصرف العرب بالنتيجة دولة فارسية هي ولو كانت الجمهورية الإسلامية في إيران يعني بعد 35 سنة من ثورة الخميني أنا بشوف أنه الأمور يعني دائما المفاوضات دائما في مع الإيرانية والأمريكان يعني أو الخمس دول زائد واحد مع م. ألمانيا هذه الدول دائما دائما على تفاوض وعندما تتعسر المفاوضات بنشوف أنه تخرج تصريح يعني مشددة ومنددة ضد التدخل في ايران من قبل روسيا وهذا الامر يعني بنشوف انه يصب في خانه ايران ويبدو انه ايران مش متروكه واصبحت دوله اقليميه بكل ما الكلمه من معنى في حين ان الدول العربيه هي تتقهقر وتتداعى في هذه الازمات اللي في 200 راس نووي او ما بعرف قديش في باسرائيل وبيقولوا لك انه يعني نحن في عندنا ملف نووي ويمكن كان عملت الأملة النووي او ما انعملت بعد طيب سنبدا آه الان بموضوع لبنان والشهيدان للجيش في مطالبه او في مطارده مطلوب في عرسال ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ننطلق مشاهدينا او ننتقل الي عرض لاهم الصحف اللبنانيه وما يرزقها تناولت الصحف اللبنانية لهذا اليوم حادثة عرسال على الحدود السورية اللبنانية نبدأ عناوين الصحف مع صحيفة السفير التي جاء فيها شهيدان للجيش في مطاردة مطلوب في عرسال مبادرة الحريري المؤيدون يسوقونها والخصوم صامتون وتقرؤون في هذه الصحيفة أيضا لقاء ميونخ السوري يلتمس تفاهما أمريكيا روسيا السعودية الأمير مقرن نائبا ثانيا لرئيس الوزراء دماء وعورات في حرب الشوارع على أبواب قصر مرسي من صحيفة السفير ننتقل إلى صحيفة المستقبل التي جاء فيها مبادرة الحريري إلى المجلس النيابي الاثنين حادث دموي مؤسف في عرسال والمستقبل يرفض المس بهيبة الدولة وفي هذه الصحيفة أيضا نيران مقاتلات الأسد تشعل غوطة دمشق وفي شأن العراقي عنوانة المستقبل جمعة الوفاة لشهداء الفلوجه مطالبه براس المالك وتحيه للثوره السوريه من صحيفه المستقبل ننتقل الى صحيفه النهار التي عنونت بدورها مواجهة دامية في عرسال وشهدان عسكريان قيادة الجيش تنذر بملاحقة ميدانية تصعيدية وفي هذه الصحيفة ايضا اجتماعات الازمة السورية في ميونخ بين الثنائية والرباعية اسرائيل ترفع مستوى التاهب تحسبا لرد على غارتها وفي النهار ايضا اتفاق الازهر يهتز في جمعة الخلاص من الاخوان مرسي يحمل القوى السياسية مسؤولية اعمال العنف من صحيفه النهار ننتقل الى صحيفه الاخبار التي ايضا استحوذت عناوينها على قضيه عرسال لقاءات ميونخ ليست رباعيه تنسيقيه عرسال تقنص الجيش ومن هذه الصحيفه صحيفه الاخبار ننتقل الى صحيفه الديار وفيها ايضا اللاجئون السوريون موضع خلاف بين جبران باسيل ووائل ابو فاعور عرسال ودم النقيب وايضا في هذه الصحيفه هجوم المتظاهرين على قصر الرئاسه مرسي يدعو الامن لحمايه القصر الجمهوري وفي ختام عناويننا الصباحيه للصحف اللبنانيه معنا صحيفه الجمهوريه وفيها ايضا سليمان هن الحريري على جرأته شهيدان للجيش في عرسال وقهوج قطع زيارته الرسمية إلى باريس إذا مشاهدين هذه كانت بعض عناوين الصحف اللبنانية لهذا اليوم إلى اللقاء شكرا لك مايا رزق، يعني الموضوع السوري هناك دائما تباين في الصحف اللبنانيه في كيف تتخذه الصحف اللبنانيه، ولكن ما اجتمعوا عليه اليوم ان لبنان خسر شهداء من الجيش اللبناني، من المسؤول عن اراقه دماء هذه الشهداء اليوم؟ اولا الاعلام تبع 14 اذار، جرائد تبع 14 اذار عم تقول حادث مؤسف، ومنهم بيقولوا المستقبل ترفض المس بهيبه الدوله، والنهار تقول المواجهات داميه في عرسال، هذه مجزره بحق الجيش. وهؤلاء هن وعلي الحجيري وكل المسؤولين عن عرسال هؤلاء <applause> بخندق واحد وبالتالي آآ آآ لا لا يوجد المسؤول الاعلام اولا ثانيا بيت الحريري يعني اولا <applause> بيت الحريري هم المسؤولين السياسيين عن المنطقه فوق وهم الذين يدعم سعد الحريري يقول دائما انا داعم ما يسمى بالجيش الحر ما يسمى <applause> بالثوره السوريه ولكن هل دعمه يعني القبول بان يذهب شهداء من الجيش اللبناني؟ اللي... لا, هو بيتحمل دمهم، من يتحمل دم هؤلاء؟ يعني ب... امر واضح صار عرسال اليوم هي امبراطوريه ل... لبيت الحريري م -م. يعني هناك الاف المسلحين من الجيش السوري وبعدين الحر ما يسمى بالحر وبالتالي مازال بتلاحظي انه دائما في مشاكل فوق مع الجيش اللبناني، ما حلت القصه؟ لأن هناك غطاء سياسي يؤمنوا بيت الحريري لا لا يعني هؤلاء يعني المسلحين حتى الجيش الم يتحرك بغطاء سياسي يعني لا راح لا تحرك المطلوب. للجيش دون اي غطاء سياسي ما تحرك بعد شو عمل الجيش بعد ما عمل شيء الم يلاحق هذا المطلوب ويعرف ان المستقبل هو المسيطر فوق من طبيعي مديرة المخابرات تجيب واحد جاي منسق بين الجيش الحر وحركة جبهة النفضة جبهة النصرة ولواء التوحيد ما شو عندهم فوق يعني اه تحويل المنطقة فوق من سنة وسنتين لهلا رغم يعني على و يعني ضمن سكوت فخامة الرئيس ميشيل سليمان والرئيس نجيب مئات هذه قضية النهي عن النفس ما في ينقوا عن النفس بمنطقة هذه المنطقة تتحول إلى عرسالستان ومن ثم كما تحولت شمال ستان يعني هن احد طرابلس او او عكار هذه المنطقه يعني لا يمكن ان تترك بهذا الشكل، يجب ان يرفع الغطاء وهذه قضيه النائي بالنفس بينقى بنفسه مثل ما نحن بننقى بنفسنا، هن ما عم ينقى هن عم يشاركوا بالحرب يعني الرئيس تجيبي ينقى بنفسه بيتفرج والرئيس سعد الحريري يشارك بالحرب اذا مين عم ينقى بنفسه؟ ما حدا عم ينقى بنفسه، ما هيدا هيدي كذبه كبيره يعملوها ويجب ان يحترموا الناس يعني ويحترموا ذكاء الناس عليهم أن يرفعوا الغطاء السياسي عن هؤلاء يدخل الجيش الى عرسال بينظفها كلها من كل المسلحين مع كافه القوى الامنيه بدها تشاركوا هذا الامر من من شهرين وثلاثه 15 واحد من قوة ضربة طبعا المعلومات والتاني الفهود طيب ما بينخفضوا انه جبهة مع ايضا الجيش الحر في الاراضي السورية؟ لا ما هي ضمن الاراضي اللبنانية بس يصيروا ضمن الاراضي السورية يصطفوا هناك فلتان امني سواء في الحدود ام بالوضع الامني المنفلت اصلا في هذه المنطقة لا ما, ما, لازم يكون في فلتان امني لازم يكون في حسم للموضوع داخل داخل ارسال ما نقول نحن بجرود في في فلتان امني داخل عرسال يؤمنوا رئيس البلديه الحالي اللي كان عمره ظلمة المخابرات السوريه لك شو تركونا المخابرات السوريه وبالتالي رأيبوا, آري... رايبوا كلهم هودي كانوا كلهم يشتغلوا مع المخابرات السوريه طيب في كلام كان لافت بالامس لمعين المرعبه يعني استاء منه البعض ربما كثيرين ليس البعض انه حذر من استهداف اهل السنه في هذه المنطقه وايضا يعني القى هيك. باللوم على المؤسسه العسكريه التي لم تتقيد بحسب قوله طبعا بالاجراءات القانونيه ده. من اي ده. ناحيه يحكي معين المرعبي عم يحكي لانه مربى دقن وصار يعني بنا سمي يعني برك المله معين المرعبي هو اي عم يحكي من منطق طائفي ومذهبي هذا نائب يمثل مجلس نواب ما يمثلنا بقى معين مرعبي يعني كلامه وكانه اوحى ان السنه يقبلون بما يجري ويقبلون بالجيش السنة. الحر السنه السنه طائفه كريمه اساس العروبه واساس الانفتاح بالمنطقه، بس عم يعملوا معين المرعبي ومعلمينه وفؤاد السنيوره وسعد الحريري وكلهم سوا من جند الست لجند الشام لكلهم سوا كل هذه المواضيع تبين انه هن خلف كل هذا الامر، معين المرعبي وخالد الظاهر وكل شيء دائما هن عم بيشاركوا بكل شيء اسمه تطرف واصولي وبالتالي هنا هن عم يدعموا كل شيء ضد الجيش وكانه نحن في نظام وهابي لا نريد الجيش، الوهابيون لا يريدون الجيش. ما يريدون جيش هذا امر صار واضح تاني. نحن ما فينا ما فينا نكفي بالبلد هيك مهم. على رئيس جمهوريه على مع انه هو هو يامر الجميع على رئيس الجمهوريه وعلى رئيس الحكومه ومجلس وزراء ان يتحرك سريعا اول شيء عبر احاله القضيه للمجلس العدلي عبر جلب مش انه نجيب ثلاثه اربعه اوصوا على الجيش لا في هناك هناك الوف المسلحين في بيئه حاضنه هالبيئه الحاضنه مسؤول عنها رئيس الجمهوريه بالذات هو يتناغم مع 14 ادار يتفضل يشرف هو ونجيب مئات يشرفوا ويسحبوا هذه الفتين الفتنه لانه اذا لم تنتهي هذه القصه نحن على ابواب حرب اهليه في مبنان. طيب بما يعني. انه على سيره آآ آآ انا سعد الحريري انتقل الى كلام الحريري يعني من هذه الناحية هناك تصعيد ولكن من ناحية أخرى كان هناك اتصال لسعد الحريري مؤخرا بالرئيس نبيه بري كان هناك لقاء بين السنيورة والرئيس نبيه بري كان هناك لقاء بين غضن فرق أبادي مع الرئيس فؤاد سنيورة يعني هناك تحركات كانت إيجابية على الخط الدبلوماسي رغم مقاطعة كتلة المستقبل للجلسات البرلمان يعني ماذا هذه بدعة عاملينها المستقبل وهنا بدنا نفصل بين ركن بادر السفير الإيراني لقاء مع سانيورا وبين لقاءات اللي عم يحصل أول شيء أنا لا أحصد الرئيس نبيل بري على هذه الزيارات يعني وبالتالي هم يستفيدون من الرئيس بري وهو مش عم يستفيد منهم لا تزال الأمور كما هي والتعنت يزيد زيادة وعدم اعطاء المسيحيين حقوقهم عم يزيد اكثر فاكثر والمسيحيين هم جزء من لبنان هذا الامر يصب في هذه الخانه هلا كل الاجتماعات غير ذلك اتصال سعد الحريري برئيس سليمان كذا هذا امر لا يعنينا لانهم مش بعاد عن بعضهم اساسا وبالتالي كل ما يحصل بهذا الامر لا لا يصب في مصلحه المقاومه ومصلحه الوضع اللي ماشي عليه البلد بيكون عم يخربطوا بالجو كلهم سوا كل اللي يعني شو الافضل ان يلجأوا الى الشارع يعني لا لشان اصلا طلعوا من الشارع بيت الحريري يوم بيعملوا يوم الغضب يومين ثلاثه شي صار شيء صار على الجيش بال بالجفوت جفت بطريق جديد كان هذا امر مرفوض يعني هني عم يتصرفوا وكانه اما السلطه لنا او لا احد يحكم البلد يعني على طول بدهم مفتاح الخزنه ومفتاح السجن تيعملوا طيب بدهم اياه هذا الامر اصبح مرفوض في لبنان ما حدا في يحمله وبالتالي هناك في في طبيعه جديده بالبلد في تحالف مجددا في قوانين جديدة عم يخلق آه من نتيجة تعنت بيت الحريري بهذا بهذا واستبداد بيت الحريري بهذا الموقف يعني اما نحن او لا احد هم وغيرهم من حلفائهم آه عم يخلق آه تنظيمات جديده بالبلد وتحالفات جديده وكل شيء جديد ضدهم هني من حيث لا يدرون، اما هني عم يزيدوا الامور تشع يعني تعصبا ومذهبيه وطائفيه وهذا الامر مرفوض خاصه من بيت الحريري اللي هني بيعتبروا حالهم منفتحين على هذا الوضع، هناك امر آه يعني, يعني يعني هناك يذهبون الى اخر ما يسمى بالثوره في سوريا مع 100 دوله حرب كونية عندما يعني نقول حرب كونية على سوريا بيضحكوا علينا وبالتالي هم يذهبون في ضد سوريا إلى الآخر ضد الدولة في سوريا ضد النظام وهم مع الفوضى ونحن مع الدولة في سوريا ومع النظام هناك فرق ب... ب... في نظرتين يعني مختلفتين في هذا الأمر وبالتالي نائب النفس لا يحصل في لبنان لا من عند بيت الحريري ولا من عند الرئيس سليمان ولا من عند رئيس مئاتي لا يوجد نائب النفس هناك يعني خبرية اطلقوها في في فقاقيع صابون اطلقت في الفضاء ويجب علينا ان نصدقها، نحن لن نصدق هذه الاخبار ولن نصدق هذه الاخبار. طيب. كان في حديث بالاحرى قال سعد الحريري اطلق مبادره. هل لمست المبادره؟ هو اطلقها ولا مارسيل غانم؟ هو اطلقها ولا مارسيل غانم؟ كان معلش شيء المقابله كانت مع مارسيل غانم، شفنا لسعد الحريري شو حكي؟ ما حكي شيء. كان عم يقراهم البقيه كله اخر شيء قضاها بكي لا هذه مش نحن معلش شيء هذه مش مبادرة هذه مبادرة ما طرحها فخامة الرئيس من زمان وموافقين عليها كلهم يا وبالتالي نحن لا يمكن أن نصدق ما لا يصدق ولزوم ما لا يلزم هذا كله ما, ما بيأثر عنا ولا له يعني ولا له مكان عنا يصرف فيه هذه هناك حقوق للمسيحيين بده يؤمنها سعد الحريري وميشيل سليمان وفؤاد السنيورة وكل هذه الناس ما بيحبوا يأمنوها نحن يعني مقدمون على على مشاكل في لبنان ولا نريد هذه المشاكل في ظل هذا الهجوم على جيش لبناني في كل المحاور والقوى الأمنية أيضا قوة ضاربة من قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أشهر أدخلت إلى المستشفى لأنه أوقفت, أوقفت شخص وطلبت هويته وهو من قوة ضاربة هي القوة يعني الفهود بيقولوا اتكسروا وودوا إلى المستشفيات ومش مش وغير أبيهين بكل شيء يعني فلذلك لا يمكن أن نصدق أحد من هؤلاء نريد شيئا ملموسا على الارض على اي حال سنتابع فيما تبقى من الملف اللبناني وبقيه الملفات استاذ جوزيف ابو فاضل ولكن بعد هذه الوقفه الاعلانيه قصيره مشاهدينا وقفه اعلانيه قصيره ونعود انتظرونا اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه من برنامج اخر طبعا واجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الاستاذ جوزيف ابو فاضل كان هناك نقطه واحده بعد في الملف اللبناني وهي لقاء ابادي مع الرئيس فؤاد السنيوره يعني اثار الكثير من علامات الاستفهام ماذا قال ابادي للسنيوره ابادي يريد مصلحه ايران بالمنطقه مصلحه لبنان بالمنطقه ويريد الاستقرار هلا اذا كان الرئيس فؤاد السنيوره تعبان في بعض المراحل ما بعرف اذا عرض على يساعده بشيء رئيس سنيور او طيار المستقبل ولكن هناك استقرار امني وضبضبه لطيار المستقبل هلا <تكلم> ايران طلبت الاستقرار مقابل ماذا ما بعرف اذا ما بعرف اذا بيفولوا ديونه لسعد الحريري ما... ما بعرف شو يعملوا الايرانيه بس فعلا هن بدهم استقرار <تكلم> يعني جوله سفير ركن ابادي غضنفر ركن ابادي حتى زار نائب ميشيل مر كمان حكيوا <تكلم> بالاستقرار وب بشكل عام يعني ما عم يحكي قضية اللاجئين فقط. على اي حال الامور المقبله ستتضح الامور ننتقل مشاهدينا واياكم الى فقره الحدث العربي والتي جاء فيها في صحيفه الحياه نقاط الابراهيمي لا تلقى توافقا في مجلس الامن اليها. السفير، شهيدان للجيش في مطاردة مطلوب في عرسال مصدر أمني أبلغ الصحيفة تفاصيل ما جرى في بلدة عرسال البقاعية وهي أن دورية للجيش اللبناني تعرضت لكمين من قبل مسلحين في جلود عرسال وقال إن دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت المطلوب خالد حميد حيا وأثناء مغادرتها ومعها المطلوب كمان لها عدد كبير من العناصر المسلحة فقتل حميد واستشهد النقيب بيير بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهر وجرح اخرون بالرصاص نفسه واستولى المسلحون على جثتي الشهيدين وعلى عربتين للجيش وجرت قيادتهما الى محيط بلديه عرسال في احتفال تخلله اقدام بعض المسلحين على رفع اشارات النصر على نحو سافر. النهار اقتراح كتله المستقبل لقانون الانتخابات علمت الصحيفه ان كتله المستقبل النيابيه تستعد لتقديم اقتراح مشروع قانون الى مجلس النواب الاثنين المقبل يتعلق بالانتخابات النيابيه وذلك غداه مبادره الرئيس سعد الحريري ومن المقرر ان يتبلور المضمون التفصيلي للاقتراح في الساعات المقبله سياسي بارز في قوى الرابع عشر من اذار قال للصحيفه ان موقف التزام الصمت بعد مبادره الحريري يعود الى ان الجميع ينتظرون ايضاحات تحملها اتصالاتهم ولقاءاتهم البعيده عن الاضواء، واشار الى ان احدا ليس في وارد الخروج من تحالف الرابع عشر من اذار وسيرى المشككون مشهدا مغايرا لما يعتقدون في الذكرى الثامنه لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط الجاري. الحياه نقاط الابراهيمي لا تلقى توافقا في مجلس الامن، اكدت مصادر غربيه رفيعه المستوى في مجلس الامن للصحيفه ان مبادئ الانتقال السياسي السته التي اقترحها الاخضر الابراهيمي ليست كافيه للاتفاق في المجلس على حل سياسي، واضافت ان المقترح الجديد للابراهيمي يتلخص ببقاء الاسد في قصره فيما تجرى المحادثات بين وفدين من المعارضه والحكومه خارج سوريا وان بقاء الأسد في السلطة سيعطل العملية الانتقالية حتى وإن جرى تأليف حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة لكن المصادر أشارت إلى أن مجلس الأمن سيعود إلى مناقشة نقاط الإبراهيمي خلال أيام بعد دراستها دبلوماسي رفيع قال ان خطه الابراهيمي لن تجد فرصه للتطبيق في المدى المنظور فروسيا لا تزال تكرر موقفها بان دور الرئيس السوري يجب ان يحدد بناء على نتيجه العمليه الانتقاليه لا قبلها اضافه الى ان دولا غربيه متشككه في شان الخطوه التاليه لخطه الابراهيمي أستاذ جوزيف أبو فاضل يعني الجميع الآن بانتظار الساعات المقبلة كما جاء في صحيفة النهار واقتراح كتلة المستقبل لقانون الانتخابات هل تتوقع أن يصدر شيء في الساعات المقبلة أو أن يصدر شيء حتى في الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط؟ هي ذكرى لتجميع الحجارة وما بالاضافه الى ذكرى 14 اذار حجاره حجاره ضد تجميع الحجاره لرجم 8 اذار في الانتخابات النيابيه المقبله آه العمليه انه سنمد اليد ونمد اليد وكذا وفي ذات الوقت يقول هو آه لا يصدق حزب الله لأنه قتلوا والده وهذا الامر كله كلام في كلام لا يوجد شيء جيد بقى. شيء جدي في هذا الموضوع آه يعني ولكن يكفي انهم يطرحون مبادره يعني المبادرات سيدتي موجوده من زمان على الطول لبنان ليس بحاجه الى مبادرات، لبنان بحاجه الى يعني نوايا سليمه، تيار المستقبل لا يمكنه ان يبقى خارج السلطه، هذا الامر اصبح واضح، من ضمن هذا الموضوع هو يطرح كل شيء ويقول اذا استلمنا بنسالهم سؤال يعني بتحبوا تشاركوا بالحكومه ما بتشاركوا نحن ماشيين وحدنا، يعني شو ماشي وحده؟ يعني الجيش والشعب والمقاومه شو بيعمل فيهم؟ بده يفتح على حسابه، هذا الامر لن يحصل في لبنان، ما حد لبنان لا يحكم بالقوه. هذا هذا امر اصبح واضح ومعروف لدى الجميع كل القيادات تعرف هذا الامر لكنه في ناس يعني مخيرين وناس مسيرين <applause> نحن ما فينا نتعامل مع ناس يعني بنقدر بعد على طول يعني نجيبهم بكل هذه المجالات وخاصه في المجال الحياه المشتركه في لبنان لانه الغطاء السياسي اللي عم بيامنوا اللي عم بيامنوا اللي عم يعمل مشاكل بلبنان هم كسر كثير يعني طيب يؤمن غطاء سياسي بشكل كبير في مناطق الشمال ومناطق الجنوب ومناطق البقاع وعرسال <applause> وما نشهده اليوم من تقتيل الجيش اللبناني وهذه الرعاية والغطاء السياسي هم مسؤولين عنه على أي ننتقل الآن إلى الملف السوري وتداعياته اليوم في لقاء بميونخ سيجمع يعني كان الحديث انه سيلتقي لافروف ببايدن والان لم تعد الاحاديث هكذا انه لافروف ليس لديه وقت على جدول اعماله ما سبب هذا التغير في المواقف بعد ان كان يفترض ان يلتقي به لا يريد ان يو... الروس لا يريدون ان يضحوا بالرئيس بشار الاسد هذا امر اصبح واضح لا خيار لديهم غير ذلك وبالتالي كل هذه و... وقد قالها الرئيس بشار الاسد منذ اسبوعين هو قال الامريكان لا يريدون لا يريدون حلا سياسيا فلذلك لا يوجد الا الحرب هلا هل وقت حرب بسوريا مش انه جبها لا حرب هناك حرب في سوريا ولكن الكل اتفق انه الحل هو سلمي وعبر الحوار هن عم يسلموا بل... بالحل السلمي لكنه ما عم يحطوا شيء على على الارض الامريكان وحلفائهم بعد كلهم عم بيقولوا حل سلمي امبارح اردوغان حصل عنده تفجير وعندما وهم ما حدا ساله وعندما يعني من من عندما منه لحاله قال انه سوريا ما لها دخله منه لحاله لانه اصبح يشعر جميع انه سوريا اصبحت مدعومه وهناك حلحله على الشان الدول يعني على صعيد امريكا، اما مشان ما يدفعوا الثمن داخليا تركيا والسعوديه وقطر وكل هذه الدول بلشوا يشعروا بهذا الحل ويردون ويردون ان يدخلوا في الحل، موسكو تريد ان تدخل السعوديه وايران في الحل وتركيا، موسكو تريد هذا الامر، لكن هلا هذا الامر بعد طويل لنوصل للحل السياسي طيب، ما في هناك... بصيص امل ولكن هناك اليوم غزل الأمريكي باتجاه روسيا يعني جون كيري وزير الخارجيه الامريكي قال ان واشنطن تحتاج الى التعاون مع روسيا في الشان السوري أكيد. لأن... لا تصعيد يعني حتى في المواقف معاذ الخطيب سيدتي اللي قاله من يومين وثلاثه انه هو بده يتفاوض مع النظام بسوريا وحاطط شروط انه 160 الف معتقل وغيره, وغيره, وغيره. عنهم. نعم افراج عنهم وغيرتهم هذا كله صواب بدل على انه سوريا لم تعد وحيدة في, في الشارع ويعني نظام رئيس بشار الأسد مش نظام شخص أصبح في دولة هو نظام متماسك ما مش عم نجيب أنشتاين لحل حلو. هذا الموضوع يعني ما عاد فيها تكفي وحدة أمريكا بهذا الهجوم لأنه خذ في بلوكاج قدامها كتير كبير ما بقى فيها تستمر أتراك ما فيهم يستمروا يعني حتى لم يبقى إلا في الساحة إلا العقائديين عم بيقاتلوا وهو بيضلوا يقاتلوا يموتوا معروف يعني شو او تيقتلوا او تيطلعوا على الجنه ما بعرف شو عندهم <applause> اخبار بهذا الاتجاه ولكن سوريا هلا لا يوجد امامها ابدا الا الحرب الحل الحل يعني الحل السلمي ياتي بعد نتيجه ال... الشارع والجبهه في الداخل هذه الحرب اللي عم تحكي عنها هي اليوم سبب تراجع كلام احمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف أه. انه كان بدايه في حوار مع السلطه واليوم يعني بعد اجتماعهم بالقاهره حيث صوبوا كلام احمد معاذ الخطيب انه لا حوار مع النظام الا بسقوط النظام احمد معاذ الخطيب طلب منه يقول هذا الكلام وطلب منه ايضا الكلام الاول ولا الكلام الاول سألي. والاخير يعني مه. احمد معاذ الخطيب ليس حرا في كلامه أحمد عوض الخطيب لا يمكن ان يتصرف وحده بالنتيجه يعني طب بي... ما الذي تغير من القبول بحوار مع السلطة واليوم حوار ولكن حول سقوط النظام لانه رفضوا لافروف يجتمع ما معه وقت قال انا مفكرتي مليانه جوندا عندي مليانه مش فاضي بصيروا يقدموا بيرجعوا بالسياسه هي مناورات سياسيه مم. لا يمكن يعني لا نجب لا يعني لا يمكن أن يعني روسيا اليوم هي المسؤولة عن هذه العودة إلى الوراء في الملف <applause> السوري لا مش 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 العودة إلى الوراء روسيا مسؤولة عن حفاظ على حليفتها سوريا بكامل بك بكل سوريا بكليتها يعني ولكن اليوم يمكن ربما توتير العلاقة أيضا توتير الملف في العراق يؤثر على الوضع في سوريا الملفات كلها متشابكة وكلها مت... مت... يعني متشاركة في بعض البعض لا يمكن أن تفصل ملف عن الآخر الأمريكان بيقولوا للإيراني تعالوا نحط كل هالملفات فرصة ونحلهم الايراني الإيراني لهم لا ما الإيراني معروف عنه أنه أصعب مفاوض مفاوض صعب لهم لا ملف ورا ملف شرف نحكي لانه هو نفسه طويل ويعني والله اعطيها النفس شو بدي اعمل له <applause> طيب آه ما بتلاقي في شيء غريب اليوم كان تصريح مع هذا الخطيب يتزامن مع بيان صدر عن المؤتمر الدولي لسوريا في جنيف بقيادة دكتور هيثم مناع وأيضا يدعو للتفاوض مع النظام السوري دكتور هيثم مناع وصل لوقت شاف أنه دائما إذا بتلاحظي سلوكه من سنتين لهلا بلش يعني يتصاعد شوي شوي ضد ما يسمى المعارضة بعدين شاف أنه هذه المعارضة معارضة مسلحة أصبحت على الحل بدون يعني بدون اي س... بدون اي يعني تطعيم من الشخصيات المعارضه واحمد معاذ الخطيب ايضا استدرك هذا الوضع وكتب على موقعه على فيسبوك نعم. انه تركوا سوريا في وسط الطريق دون اي دعم قالوا لها ما هو قاتلي ثم تركوها في وسط الطريق ما هو التاريخ. ما هو هل عم يشكي منه الشخصيات اللي عم تشكي منه السوريه ان كان احمد معاذ الخطيب اللي مضغوط عليه بكل الميلات او هيثم مناعي اللي ما يضغطوا عليه لانه عائلته بعرفهم كيف فلذلك هيثم مناعي ما 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 بيرضى حالته ما 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 بيرضى قيسمناه يعني اللي براسه بيحكي وهو معروف يعني بطبيعته كيفيه فلذلك لن يرضى حسن مناع لاي شيء هو عنده قناعه هذا الرجل بهذا الامر وعنده قناعه وعنده مستقبل سياسي اذا بكفي هيك بسوريا ولكن الم الم ال الامر في سوريا لا يمكن ان تفرج يعني احمد معاذ الخطيب على الاف القتلى هو عم يدعو لواء في القتل حتى احمد معاذ الخطيب هو مسؤول عن القتل من حيث يدري او من حيث لا يدري لانه هو رئيس الائتلاف السوري هذا المعارض ما يسمى المعارض وبالتالي اذا كان عم بشجع ما يسمى بالثوار على ال, ال الكفاح من اجل الوصول الى السلطه مش هيك بيصالوا على السلطه الكرسي واحد بده يحافظ عليها لا يقعد عليها مش بيكسرها وبيقتلها وبيقتل الناس معاذ الخطيب هو في ورطه اكيد افضل وضعهم كتير يعني الوضع الجيد هو وضع هيثم مناع وبالتالي يعني في ام الصبي بدا ام الصبي اصبح هذا الامر عند المعارضه هيثم مناع من وليس احمد معاذ خطيب احمد معاذ خطيب اذا كفي بخطابه يعني الاتجاه ال ال السلطه والمفاوضات هو من نتيجه بيقدروا يقعدوا معه على الطاوله ولكن نعم. نتيجه الحرب الموجوده في سوريا هي التي تجلس تجلس الناس على الطاوله بتكلم شو عندك لا يوجد اليوم محافظه كامله او مدينه كامله هي مع الثوار او مع المسلحين شو هناك مناطق معهم بياخدوا منطقة ما بيقدروا يكفوا فيها بيرجعوا بيقصوا من سحبوا منها مم. هكذا يعيش أصل المسلحين في سوريا على أي حال سنتابع في كل هذه التفاصيل ولكن بعد الفاصل حيث سنتابع استغلال إسرائيل لما يجري في سوريا تابعونا من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج آخر طبعة وننتقل إلى فقرة الحدث الأجنبي ديلي تلغراف إسرائيل تخطط للمزيد من الغارات على سوريا إليها ديلي تلغراف إسرائيل تخطط للمزيد من الغارات على سوريا. تخطط إسرائيل لشن المزيد من الهجمات على سوريا ولبنان. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن أي تحرك لمنع حصول حزب الله على أسلحة متطورة عبر سوريا يمثل أولوية بالنسبة إلى إسرائيل تفوق تحسبها من الرد الإيراني أو السوري على هجماتها. من جهته قال نائب مدير المعهد الاسرائيلي لدراسات الامن القومي والاستخبارات العقيد المتقاعد افرام كام ان الضربه الاسرائيليه لسوريا هذا الاسبوع لم تكن سوى تحذير وان الجيش الاسرائيلي على استعداد لشن المزيد من الهجمات. تايمز السعوديه تقضي على امال الاصلاح. تعيين الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات السابق الامير مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وهو المنصب الاهم في المملكه العربيه السعوديه بعد ولايه العهد حطم امال الاصلاح السياسي من خلال اختيار الاشخاص انفسهم من الجيل القديم في الاسره الحاكمه. يمثل الامير مقرن امتدادا للخط المتشدد في السعوديه، ما اثار حاله من الاحباط بعد توقعات بامكان حدوث تغييرات جذريه في سياسات المملكه اذا امسك تيار اصلاحي من الجيل الجديد بزمام الامور. فورن الملكيات والربيع العربي. يستمد ال سعود شرعيتهم من تاريخ العائله المبني على الغزو وعلى ارتباطهم بالوهابيه وخوفهم من البديل تمكن النظام من حمايه نفسه من خلال اعتماده على النفط وعلى نظام استخباراتي داخلي قوي لكن يبدو ان اكبر تهديد للنظام في المملكه لا ياتي من الشعب بل من داخل النظام الملكي نفسه بسبب الصراع على الخلافه في الاردن يرى كثير من المحللين ان الملك الشاب اضاع فرصه تنفيذ الاصلاحات التي كان من شانها تمكين المعتدلين ما ساعد على تعزيز مكانه الاخوان المسلمين لا تنظر شعوب الدول الملكيه في الشرق الاوسط الى الربيع العربي كحركه ستؤدي الى الديمقراطيه والحريه بل الى العنف والفوضى يطالب هؤلاء بحكومات اكثر شفافيه وبوظائف تحسن ظروفهم المعيشيه سيد جوزيف هدأ غبار الغارة الإسرائيلية اليوم على سوريا بداية ما الرسائل ما التداعيات هل الضربة كانت مفاجئة سيما وأن المعارضة المسلحة ضربت الدفاعات السورية الجوية ماذا كانت تخاف إسرائيل فعليا من التسوية المرتقبة السورية الأمريكية أو عفوا الروسية الأمريكية أم فعلا من سلاح كيميائي لدى سوريا لا إسرائيل شو فيها تأذي بدها تأذي أول شيء لكن إلا أيام وزعت الباتريوت بمنطقة الخليل وزعتهم منطقة الجولان صواريخ الباتريوت في صاروخ باتريوت مجاله 100 كيلومتر يعني هو مش معمول للأزايف ولا معمول للطيارات السورية أو شي صاروخ يكون يعني صاروخ يكون يعني تكتي كلاسيكي يعني صاروخ عادي بيطلع بيضرب بس الصواريخ العادية ما في طالب وبالتالي اليوم إسرائيل كانت عم تحضر لهي الضربة هي عملية إضعاف لسوريا وإنهاك لسوريا وحزب الله هذا المطرح المكان هونيك قريب من اماكن يعني المنطقه المشتركه بين حزب الله وسوريا وقريب من الحدود اللبنانيه وضربته، لكن هو هذا المركز الابحاث والسكنه هو الكبيره هونيك الموجوده والديبو الاسلحه اذا بدك هيدي كانت دائما الجماعات المسلحه الارهابيه في سوريا حاولت 10 و15 مره احتلاله <applause> لم تفلح اجت اسرائيل حققت ما لم تستطع ان تحققه هذه القوات المسلحه المسلحه ضد النظام في سوريا وضربته بهذا الموضوع اسرائيل تضرب كذا حجر ولكن هل هناك اليوم ارتدادات وليس تداعيات فقط هل تستطيع اسرائيل ان تتحمل حرب بهذه الظروف ما فيها تتحمل حرب يعني ولا يمكن اسرائيل انه طلعت توزع هذا شو اسمه القناع وطلعت تعمل حروب لانه هي, لماذا هي لا نسال السؤال بطريقه مغايره هل دول الجوار تستطيع ان تتحمل حرب اليوم لا دول الجبار ما في ما في مشكل بالعكس اسرائيل عم بتخ... اسرائيل ضربه كانت سياسيه كانت خاطئه على مية 100% لانه ما كانت مستنظر أن دول العرب يقبوا بكل يعني ابو إيه أبو, ابو كلهم ضد اسرائيل اسرائيل لا يمكن ان تجمع العرب مع سوريا عن مجددا اخطات بالتوقيت واخطات بالسياسه وهذه تعتبر هديه ل... يعني هديه للغباء الاسرائيلي لانه <applause> يعني فعلا في غباء بهالموضوع ومهما يقولوا انه ان ربحوا ما ربحوا لا اسرائيل عم تقول للغرب اللي عم بيقول انه فرص السقوط نظام الرئيس بشار الاسد تتضاءل لا عم تقول لهم لا ما, ما عم تتضاءل انا ضربت شرف اضربوا اربوا اضربوا يا غرب وانا استنزف ضربي من الغرب على سوريا وبعدها يعني مع هذه الحرب ترجع ترجع سوريا يعني بدهم يعملوا شيء شعلوا سوريا بيرجعوا بعدين بيقعدوا على طاوله المفاوضات بين الروس والامريكان هذا اللي عم يسعوا هني هلا بظل المناورات الروسية في المنطقة وبظن 30 40 قطعة حربية في البحر المتوسط أظن أنه موقفين هذه الهجمة على سوريا مناورات أن... إيرانية أيضا إيرانية إيرانية بالخليج الفارسي آه وبالبحر المتوسط عندهم كم منورات ولكن الروس يعني بخوفوا اكثر يعني كدوله عظمى ما في فرق فيش نسبه بين بعضهم النسبه عاليه كثير وبالتالي روسيا هي التي تمنع الضرب على سوريا بس لا ولمتى؟ ولا الاسرائيليه اجوا ضربوا وفلوا بس هني اخطاوا بالتوقيت اشعلوا وجمعوا كل الناس في سوريا مش كل الناس، ثلاث ارباع الناس يعني حتى احرجوا المعارضه انه اضطروا المعارضين يطلعوا يقولوا نحن نستنكر ونحن نسجب وهني قاعدين بحضن اردوغان اللي هو ايضا يجري مناورات بحريه مع الاسرائيليين ليلا نهارا. طيب. سوريا سترد ام لن ترد؟ ام انطلاقا من كلام علي اكبر ولايه من ان اي هجوم على سوريا هو هجوم على ايران، ايران سترد؟ من سيرد؟ سوريا ام ايران؟ انا لا اظن انه في رد هلا. بعدين في رد، هلا لا يوجد رد. يعني البعض قال انه الكلام عن وقت مناسب وزمان لا مناسب اعطاء فرصه ربما للدبلوماسيه لان سوريا لا تتحملها صحيح هلا سوريا خلينا نحكي سوريا هلا ما فيها ترت سوريا ما فيها تقتل على ألف جبهه صارت ألف جبهه مم. مع اسرائيل وساعتها بتدخل دول اوروبيه بيقولوا هون يعني بيقولوا عم يضربوا اسلحه كيماويه على اسرائيل وعم يضربوا اسلحه غاز خردل وعم يضربوا عم يضربوا بيصيروا حجر. ايران هناك حذرت. ايران حذرت حذرت الاقرباء دائما ايران م. بتلاقيها مرتاحه على وضع العراق على وضع السوري لانه ايران تفكر غير ما يفكر كل الدول العربيه، ايران تتعامل مع الدول العظمى تفكر مثل ما تفكر الدول العظمى وهي لديها امكانيات امكانيات هائله في هذا الموضوع، سوريا اليوم تتلقى الضربات من الداخل والخارج. وهذه العملية يعني هني تعزوا جدا عندما كان حزب الله سوريا العراق إيران بحلف جغرافي هني عم يجربوا يعملوا الحرب كلها على سوريا مش يفصلوا هذا الحلف الجغرافي واسرائيل عم تساعدهم خدمه لامريكا واسرائيل، امريكا واسرائيل تريد تقسيم سوريا لكن لا تركيا تريد ولا العراق يريد ولا الاردن يريد ولا روسيا ولا حدا يريد تقسيم سوريا، هناك في 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 عندهم في عندهم دائما يعني في رده فعل على الامريكان الشعوب العربيه يعني هذه من الأولى بكل بكل ثقة الشعوب العربية من م. كل الطوائف لا تحب أمريكا ولا تحب أن تتعامل مع أمريكا مجبرة على ذلك بس أثناء الخلجاني اللي إذا ما أجوا شيلونا النفط هني كيف طيب. ما جرى هذه الغارة الإسرائيلية هل هي أحراج لأمريكا خصوصا يعني أن ثمة إيجابيات في مفاوضات الخمسة زائد واحد لا مش مفهوم هني اخذوا اذن من امريكا كان أه. يعني في مندوب بياريك. يعني هل تقول انه امريكا هي التي تدفع بوافقت. اسرائيل اليوم لانهاء الملف السوري بهذه الطريقه؟ لا لكي تؤزم الوضع في سوريا لكي تمهد لتدخل امريكي اوروبي غربي في مم. في سوريا يعمل ضربه على سوريا، مم. واليوم معاذ الخطيب شو عم بيقول احمد معاذ الخطيب؟ نا يطلب من الدول الكبرى وكل الناس قصف القيادات النظام في سوريا يعني هذا يصب هلا قبل شوي، يعني هذا يصب في هذه الخانة يا باللي عم تحكي حضرتك، يصب في هذه الخانة بالسؤال اللي فلذلك يعني عملية يعني تحريض الناس إسرائيل إنه شاف إنه شافوا العالم إنه سهل سهلة هالقصة، خلينا نحن نتحرك ونضرب، هذا الإسرائيل عم. هذا الإسرائيل التي تدلل عليه، شرفوا اضربوا سوريا، العملية يعني عندما تضرب سوريا، إسرائيل تضرب سوريا، الغرب عندها يفكر وخاصة بعد يعني الرئيس هولند عندما يحوم مالي اليوم وهو انزل قوات فرنسيه ويرقى دعما لوجستيا امريكيا وانجليزيا والمانيا. على اي حال سننتقل الى موضوع اخر وهو في السعوديه الامير مجر نائبا ثانيا لرئيس الوزراء سنعلق عليه ولكن بعد فقره اقرا كاتب والمقال لجمال خاشقشي. الحياة جمال خاشقجي، نهاية الربيع العربي ولكن لا عودة إلى الوراء. هل انتهى الربيع العربي؟ نعم، لقد انتهى بدفئه ورومانسيته، تحول إلى عالم الواقع بكل مرارته. وضع اقتصادي متردد، أجهزة حكومية متداعية ورثتها الأنظمة الجديدة. المحلل المتفائل قال في زمن ازدهار الربيع إن العربية سيمضي في نهضته الجديدة وقد استوعب أخطاء الثورات السابقة زاعما أن ثمة خبرة إنسانية جمعية تتراكم وأن العربية المواطن والسياسي قرأ واستوعب تجارب سبقته أما المحلل المتشائم أو الواقعي الذي خف صوته في بدايات الربيع خشية أن يوصف بأنه فلول فله الآن أن يمد رجليه ويحاضر فينا كيف ان الثورات كائن حي تتصرف وتتحول وفق سنن كامنه فيها لكن كلا المحللين سيتفق على ان لا عوده الى الماضي قد يسقط مرسي او يضطر الى اجراء انتخابات رئاسيه مبكره لكن لن يرجع بالتاكيد نظام مبارك او ما يشبهه حتى لو تسلم الجيش السلطه استاذ جوزيف يعني اليوم السعوديه الامير مغرم نائبا ثانيا لرئيس الوزراء هل لهذا التعيين اي تداعيات او على طريقه يعني حل الامور العربيه والملفات العربيه كيف ترى هذا التعيين وماذا عن مصير الملكيات اليوم في ظل ما يسمى بالربيع العربي او الخريف العربي اذا شئت؟ بدايه الامير مغرم عبد العزيز كان رئيس استخبارات من زمان م. واظن انه هو بعده لحد هلا لا يزال على علاقه جيده مع الاستخبارات السوريه م. او مع رئيسها اظن وكان دائماً يظل بسوريا وكذلك رئيس الاستخبارات السورية كان يظل بالسعودية وبالتالي هناك يعني في هذا المجال بس يكون رئيس الاستخبارات ينفتحوا على بعضهم بزياده وبيحكوا اكثر بيكون قريب من الملك في المركز اللي هو فيه م. بعدين بالنسبه يعني له هو رجل منفتح مش مثل بيقولوا متشدد لا م. بالعكس بيعرفوه كل الناس انه عنده علاقه جيده مع كل الشخصيات في سوريا وفي لبنان ومع الكل الامير مغرن بهذا الموضوع اما في موضوع الملكيات اظن انه كل الملكيات بعد فتره تلحق الملك فاروق لن يبقى هناك ملكية في في المنطقه حتى الاردن يعني لن يبقى الوضع مثل هو بدا الملك يتنازل عن عن كثير من يعني من من صلاحيته عندما كلف مجلس النواب هو يختار رئيس الحكومه وليس هو وأول مرة تخرج مظاهرات بالأردن تطالب بهذا الأمر، ليش بدنا نركز على الملك الأردني، الملكية في كل العالم هي دائما يعني سوسيولوجيا معودين عليها الشعب بس ولكن إنه سياسيا ويعني و... وتسليم السلطة التنفيذية نعم. بدأت كثير هيدي تتضاءل تتضاءل في هذا الموضوع. الأستاذ جوزيف أبو فاضل أبو فاضل عفوا الكاتب والمحلل السياسي أشكرك جزيل الشكر على مشاركتي في هذه الحلقة من برنامج آخر طبعة، مشاهدينا أيضاً نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء.